بيت سوالف بناتي مفتوح. جسمي يحكني. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو وصل مليونك. يلا نبدأ. ماما 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 شو يا بناتي؟ اوه حتى في الويكند ما برتاح، خلوني اروح عند صديقتي طيف. لا وبعد لابسين لبس السباحة، شو عندكم؟ هي ماما اريد مسبة بليز. هي ماما بليز بليز. اوه يا بناتي ترى اخذكم دانا مريضة بسبب تغير الجو. ارجوك يا ماما لاني شريت اشياء كيوت. بليز يا ماما. يا ماما انا بهتم فيهم لا تخافين. الله يسعد فطامي الحلوة. خلص أوكي أنا موافقة، يلا بروح. فطامي فطامي سكر الباب وراي. يلا 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 يلا. وبجيب الغصة وبكرة لين تخلصون. اوكي اوكي يا بطامي روحي روحي لعنا شاطرين. اوكي بروح اقرا غصة بعدين برجع. يلا بروح اقرا. عشان يلا عشان. اوه بيت سوالف بناتي مفتوح. شو يسوون؟ واو البنات الصغيرات يسبحون. فكرة حلوة، ببيع البضاعة اللي سرقتها من 10 سنوات يمكن استفيد منهم شيء. يلا الحين بدخل، الباب مفتوح. الحين منو داخل المسبح؟ يا سلام بس جوجو هيا في المسبح والأجواء حلوة وكيوت عندهم. يا سلام لولو ولا دانا موجودات اللي دوم يكشفوني. ولا وفطامي مو موجودة اللي دوم بدافع على خواتها. يلا جوجو هيا بسرعة ينقص عليهم. هيا بنات كيف الحال؟ هلا منو انتي؟ أنا غزل الرشيقة اللي أبيع أشياء حلوة. بس أول عندكم فلوس؟ هي ماما يعطينا مصروف. عندنا فلوس. يا سلام عندكم فلوس؟ يا سلام بروح أشتري حلاوة فيهم. أوكي أوكي برويكم شو عندي الحين. شوف اللي عندي أشياء كيوت حق المسبح، هالأشياء حق البنات وبس. يلا يلا وانتوا اعطوني فلوسكم. خذيتوا كم حبة؟ خذينا 4. يلا يلا اعطوني 40 درهم. خذيتوا 4 حبات. اوكي فلوسنا هني. فلوسكم هني؟ هي والله فلوس، شكل امكم اعطتكم مصروفكم. يلا مع السلامة يا بنات. الله ما يجنن والله. يلا
تحطي واحد اثنين ميتي واحد اثنين ثلاثة. واو جي 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 ما يتجنن. واو سكي مالك شكله احطيه في الماي. ما يتجنن والله يتجنن يتجنن يتجنن. بنشوف مين يخلي المسبح اخضر. يلا نخلي المسبح اخضر وبنفسج. حلو يتجنن. واحد اثنين ثلاثة باجن. شوف المسبح صار لونه حلو. ما هذا شوفه كيف يد. يلا نلعب جوجو. واحد اثنين ثلاثة. هي المسبح تغير لونه. هي مالي ما صار بلو. جوجو احس جسمي يحكني. أنا جيت. ها شو تسوون؟ أوه ليش الماي لونه تغير؟ شو سويتوا؟ بطامن جسمي يحكني. ساعدينا يا بطامن. نادي ماما. ليش وجهكم صار فيه حبوب؟ صار وجهكم أحمر. جسمي يحكني. لا تخافوا بروح أتصل على ماما. شوفت يا فطامي ليش اتصلتي عليه؟ شو صار؟ حياتي وجههم لونه احمر. شو وجههم احمر؟ وينهم وينهم؟ ماما شوفي شوفي يا بناتي ليش ما يحكم شي في حبوب؟ شو سويتوا؟ ليش تصيحون؟ قولولي قولولي شو صار؟ ماما شوفي الماي لونه احمر. شو ليش يا بناتي؟ ماما شكلهم حطوا شي غريب. ماما جتنا غزل الغزالة وعطتنا باج بوم ولونا المسبح كله. الحين فيني حبوب يا ماما. ايوه يا ماما. اوه يا ربي نفسي يا بناتي انكم ما تسوون شي من وراي. لازم تستأذنون واذا انا بوب موجودة فطامي عندكم وما تاخذون اي شي من شخص غريب. وانتوا بعد يا اصدقائي ما تاخذون اي شيء من شخص غريب مهما كان. وكونوا حريصين على سلامتكم وتذكروا ان كلنا مسؤولين عن انفسنا. ودمتم بخير. هي 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 انت مالش دخل. الحمد لله اليوم ببدأ مشروعي واخترت اني ابيع فوشار لان سناك صحي وايد حلو للاطفال. يلا بسم الله نبدأ. صراحة لولا تبيع شكلها نجحت في هذا المشروع. انا بعد بسوي مثلها ببيع شيبس. صح انه غير مفيد بس كل الاطفال يحبونه. يلا ببدأ. بسم الله. مبهورة من لولو قريبة من محلية نحبها. تعالوا 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 تعالوا. تبون بوب كورن؟ لا لحنا نريد شيبس. تعالوا بتشترون شيبس مالي محلي. بتشترون مني. شو تبون؟ تبون هذا وجلس أو تبون
تريدون هذا؟ ترى وضحتي أحسن منها. شو تريدون، البلو أو يلو؟ هاي جوجو، هاي جوجو، شنو من لولو؟ هي أحسن. هي هي هي، أنت مالش دخل، يلا روحي من محلي. هذه اللي ناقص تفتل على محلي. ها ها، طنشو طنشو فضامي، أنا أحلى، كل حد يحب الشت، تعال اشتروا مني. تبون البلو أو الأصفر؟ يلا اشتروا مني، يلا روحوا بسرعه. اعطيني اعطيني 5 دراهم بسرعه، اعطيني فلوس. يا الله كيف نكدت علي فطامي. اصبحنا واصبح الملك لله، بس باقي 4 من الشيبس الازرق لان كل الناس يحبونه، وباقي 4 من هذا الشيبس الأصفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 من الشيبس الأصفر. واو، لازم أبيع وايد من الشيبس الأزرق لأن وايد ناس يحبونه، بس الأصفر وايد ناس يحبونه وايد، بس عادي بحاول، كل ناس يحبونه. أوه خلاص يا جوجو، عندك فلوس؟ لا عليك. من وين تتكلم؟ اسمع صوت، هذه جوجو تاكل شيبس، ليش متخبية داخل؟ شو السبب؟ وحدة ترسل ناكل شيبس واحد، انا اكيد لما ابيع داخلي اعد كل فلوسي. هي بس اشتريت لها من جود. ها ها، انت اللي سرقت الشيبس، يلا وين الشيبس؟ يلا يلا قولي الصوت، يلا. هي دانا لا ترفعين صوتك، يمكن انت عديتي غلط. ها انت مالك دخل. ها انا عديت غلط، غريبه. خلصت. هذه نجود قاعدة تسرق شيبس من عند دانا، والله شكلها يضحك. يا الله ما ي... ما يالي عيد ابونا اليوم. آه بذكر. ها كانوا 3 الحين 2، ما في غير فطامي. الحين بناديها وبضربها، بخليها تبكي مثل اطفال. فطامي فطامي تعالي. تعالوا. ليش اخذتي شيبسي مرة ثانية؟ اول مرة بقول انه مو انتي، بس هذه المرة بقول هذه انتي، اكيد انتي. اعترفي يلا، وين خبيتي الشيبس؟ ليكون انتي، اعترفي يا حرامية. والله العظيم مش انا. اوكي. حرام عليك يا دانا، البنت تحلف انها ما اخذت، صدقيها. يا انسة لولو، انزين وين طار الشيبس؟ هاي ترى الشيبس ما يطير، في مخلوقات صغيرة تاخذه. ها مخلوقات صغيرة؟ شو تقصدين؟ ها مخلوقات صغيرة؟ شو تقصدين يا ليلى؟ جوجو. يا جوجو كل هذا الشيبس؟ ها جوجو شو قاعدة تسوين؟ طلعتي انت يا جوجو؟ وانا اتهمت في الطامي، كنت بضرب في الطامي. الحمد لله انك ما تسرعتي ولجأتي للضرب والاذى يا دانا.
يا أصدقائي، اتهام الآخرين بما لم يقوموا بعمله أمر قد يسبب الحقد والأذى. لا تتسرعوا في إصدار الأحكام وتبينوا من الحقيقة. بعطيك اللي تبينه بس بشرط، هذا شرط صغير أكيد أنت تقدرين عليه. هاي اشتروا مني، ما في احلى من نكهات الاندومي. تعال اشتروا مني. واو، يلا تعالوا تعال اشتروا مني، عندي عصير مفيد. ابيع لكم الاكل الصحي. تعالوا يا اطفال عندي، انا عندي النكهات اليابانيه والكوريه، تعالوا عندي. ترى بعد الاندومي المفيدة، تعالوا عندي. فتامي تامي شوفي لولا عندها اندومي لذيذات. هيا هذا البنت عندها عصير مفيد، تعالي نشري عصير مفيد. اوكي، شوفي شوفي عندها اندومي، اندومي حلو فتامي. لا 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 حلو العصير. تعالي يا بنت اشتري مني. لا مش عصير المفيد، مش بكيفك. شكرا، شو تبون حبايبي؟ انا ابي هذا العصير. هذا العصير 5 دراهم. اوكي، وانا ابا هذا 6 دراهم. اوكي، هاي شلي. هذي باي، مع السلامة. إذا ما اشتريت مني والله لكسر راسك. شو تبغى تشتري؟ ب15. روح بيتك، أمك تترياك أكيد في البيت. الله كان بيشتري منها، الحمد لله لحقت. تعالي اشتري مني عصير. اوف، نظراتها تقهرني. طيب طيب برويها هالبياعة الصغيرة. طيب هذه البياعة الصغيرة تتحدى بيات الاندومي، انا براويها وبحطم محلها وبخليها تبكي دم، بس لو انا حطمت محلها بتخبر الشرطة. اها، بتصلي بالحرامية المعروفة بالحارة، هذه ما تخاف من حد، قوية وسريعة ما شاء الله عليها. ما رد احسدها، خليها تسوي المهمة. بس وين احصلها؟ اها، بروح المكان اللي دايما احصلها فيه. هذه حصلتها. مساعدة يا طيبة، بتساعديني في شيء؟ انزين، شو تبين حبيبتي؟ انت تحبين الفلوس صح؟ اكيد اكيد، ومن ما يحب الفلوس. شو تبين يا حلوة، ما تبيني جاهزة للمشاكل ولابسة قناع عشان ما حد يكشفني؟ بعطيك اللي تبينه بس بشرط، هذا شرط صغير اكيد انت تقدرين عليه. يلا قولي قولي، انا مستعد اخرب الحارة كلها. لا 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 بسم الله، ما ريتش تخربين الحارة كلها، أريدش بس تخربين محل العصائر اللي تبيعها دانا، وهذه 50 درهم خذي. بس محل؟ حاضرين حاضرين. يلا روحي ورويني شطارتك. يلا أنا جاهزة. تعالوا اشتروا مني عصير مفيد. تعالوا اشتروا مني اندومي، اندومي يابانية اندومي وايد حلوة، تعالوا اشتروا، في مفيدة وفي حارة، تعالوا.
أنت صاحبة محل العصاير؟ هذا محلي وأنا أبيع العصير المفيد. شو تبين تشترين؟ أنا ما أريد شيء، أنا جيت أخرب محلك. شو؟ هاي هذا 5 دراهم، أعطيني 5. هاي لا تخبين محلي، شو سويت؟ تجمع فلوس عشان تساعد أمها. ها؟ ما كنت أعرف الحقيقة إنها كانت تبى تساعد أمها. يا الله، لازم أعتذر وأساعدها. هي كنا نساعدها، أنا زعلانة عليها. أمها مريضة لازم نساعدها. يا أصدقائي، تخريب حياة الآخرين لا تزيد من سعادتك وفرحتك. حب الخير والتوفيق للناس يجعلنا نشعر بالسلام النفسي.